رجل يدي صلاة الضحى وهو داوم دوام رسمي. إيش؟ رجل يدي صلاة الضحى ودوام رسمي، يطلع من مكتب حول ربع ساعة، علما أن المكتب لا يوجد فيه مراجعين بالوقت ذا، هل مشروع له ذا أو الدوام الرسمي؟ رغم أنه يصلي نفس الإدارة اللي هو فيها، بس أنه خارج مكتبه، مكتب ذا. إذا كان صلاته لركعتي الضحى لا يستلزم النقص الواجب فلا بأس. يعني إذا كان ما عنده مراجعين ولا عنده معاملات يعني مهمة يدي الصلاة. لا، مهمة أو غير مهمة، إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، إذا كان يراجع فلا يجوز، إذا منعه مرجعه نعم فلا يجوز. نعم.